السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة هاني أم يحيى. واليوم مع موضوع التعليم. اليوم القرار اللي قريت اليوم هو أن سعيد أمزازي منع توزيع الكراسات، يعني الكتوبة والمحافظ، منعهم باش يتوزعوا على التلاميذ في المؤسسات، بحيث أن وزارة التربية الوطنية اليوم صفطات واحد الرسائل نصية للمديرين والمديرات ديال المؤسسات، وبلغتهم بأنهم ما يعطوش الكتوبة والمحافظ للتلاميذ حتى لإشعار آخر. احنا عارفين كاين واحد المبادرة ديال مليون محفظة، هاد المبادرة هادي يعني كيعطيو خصوصا بالنسبة للتلاميذ ديال الابتدائي، تيعطيهم الكتوبة المقررات وكيعطيهم كذلك المحافظ. ولكن اليوم سعيد أمزازي صيفط رسالة نصية وقال المؤسسات ما تفرقوش لا كتوبة لا محافظ حتى الإشعار آخر، يعني ما عطاهمش كاع الوقت المحدد اللي يعطيو للتلاميذ ديالنا الكتوبة والمحافظ. كما تنعرفوا كاملين انه باقي قل من 24 ساعه على افتتاح الموسم الدراسي، يعني غدا ان شاء الله الاثنين 27 تنبير غادي يبدا الدخول المدرسي لجميع المستويات، يعني 2 3 و 4. ولكن بالنسبه للمؤسسات التعليميه، المدراء والمديرات ديال المؤسسات ما عندهمش شي حاجه كتاكد ان التلاميذ ممنوعين من الاستفاده من هذه المحافظ والكراسات، يعني الكتوبه، يعني ما كانش شي دليل انهم ان الدراري ممنوعين باش يشدوا هاد المبادره ديال مليون محفظه. يعني كاين فقط التاخير، يعني ما غاديش يديو الكتوبه ما غاديش يديو المحفظات حتى سعيد أمزازي وزير التعليم يعطيهم اشعار. هاد المحافظ والكراسات اللي توصلت بها المديريات الإقليمية وكذلك المكتبات المعنية بعملية المبادرة ديال مليون محفظة، صراحة كتلفها كاين واحد الغموض صراحة في القضية ديال المحافظ والكتوبة، بحيث أن خلى واحد السؤال مطروح حول هاد مصير هاد المستلزمات الدراسية اللي صراحة كانت كتخفف واحد النوع من العبء ديال الأسر، خصوصا الأسر اللي محتاجة، وكذلك مع ضبابيات هذا الموسم الدراسي. أنتم كتشوفوا هاد صيغة الدخول المدرسي اللي كاينة دابا، اللي هو دخول مدرسي استثنائي للكل. كنتمناو الصراحة كنتمناو يترفع هاد الوباء ونرجعوا للدراسة ديالنا عادية، وكذلك تلامد يتوصلوا بكراسات ومحافظ حيت محتاجينهم فعلا، الأسر معتمدة على هاد مبادرة مليون محفظة. كذلك كاين أصوات كطالب بتعويض هاد المحافظ، كاين شي أصوات تيقولوا علاش لا بلاصة هاد المحافظ هذا تعطيونا لوائح إلكترونية باش نساعد التلاميذ اللي اختاروا التعليم عن بعد، وكذلك التلاميذ ديال العالم القروي ديال البادية، كي هاد الناس البادية والناس اللي طالبين التعليم عن بعد فكيطالبوا بتعويض بلوائح إلكترونية عوضا على المحافظ. حاولت نشارك معكم هاد الخبر اللي هو جديد يلا تحط دابا بهاد الرسالة النصية اللي صيفط سعيد أمزازي لجميع المؤسسات العمومية على حساب هاد الكراسات والمحافظ. شاركت معكم اليوم باش الاولياء بلا ما يتسائلوا واش هاد الاسبوع هادي الاسبوع هذا ولا الاسبوع الماجي وليداتنا غيشدوا الكتوبه ويشدوا المحافظ في المؤسسات العموميه بالنسبه للابتدائي. فانا جبت لكم الخبر انه دابا ما كاينش الكراسات وما كاينش المحافظ حتى يعلن عليها وزير التعليم وزير التربيه الوطنيه سعيد أمزازي، وان شاء الله اي جديد غادي نشاركه معكم في قناه هاني ام يحيى. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم شويه، عطيتكم بعض المعلومات. تسناوني في فيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.